قدرت نصنع النموذج الاول تاع الساعه الكوليه اللي اليوم راهي فوق الحارم هذيك اللي راكم تشوفوا فيها. هذيك النقطه الاولى تاع الساعه الكونيه اللي تقول ان الوقت يبدا في مكه ماشي في غرينيتش ماشي في مكان اخر، لان حركه القمر والشمس منظمه تلقائيا في هذا المكان، يعني يدخل الزمن صفر في هذا المكان. هذه اول نقطه اللي يعني تقبلتها السعوديه وافتخرت بها ودارت اكبر ساعه اللي تفوت تاع لندن في هذا المكان، واصبحت اليوم رمز.